نشرة أخبار الثامنة من الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. وزارة الداخلية تكشف عن نتائج الحملات الأمنية في الفترة السابقة في مجالات مجابهة الإرهاب ومقاومة الإثراء غير المشروع والمضاربة. الوضع العام في البلاد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ومستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي موضوع لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة. وغزو البذور الهجينة والمستوردة للأسواق المحلية وفقدان أنواع من البذور المحلية يطرح تساؤلات جدية حول الأمن القومي الغذائي. تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم. تونس تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية تستوجب العمل على تطهير البلاد، والتطهير يشمل المضاربين والمهربين إلى جانب تكثيف الحملات للضرب على أيدي العابثين بمسالك التوزيع. ذلك ما أكده وزير الداخلية توفيق شرف الدين اليوم خلال افتتاحه بثكنة العوينة بالعاصمة أشغال الاجتماع الدوري لندوة مديري الأقاليم ورؤساء المناطق الجهوية للأمن والحرس الوطنيين. خلال افتتاحه لأشغال الاجتماع الدوري لندوة مديري الأقاليم ورؤساء المناطق الجهوية للأمن والحرس الوطنيين بثكنة العوينة، شدد وزير الداخلية توفيق شرف الدين على ضرورة تطهير البلاد من المضاربين والمهربين، ودعا شرف الدين الوحدات الأمنية لتكثيف الحملات لحماية قوت التونسيين والضرب على أيدي من أسماهم بالعابثين بمسالك التوزيع. وذكر الوزير خلال ندوة صحفية بعد افتتاح أشغال الملتقى أنه تقرر فتح أبحاث في الإثراء غير المشروع ضد بعض الأفراد وأخرى في عمليات ديوانية وصفها بالخطيرة، وأشار شرف الدين إلى حادثة سرقة مقر الاستعلامات الديوانية. ستنطلق قريبا أبحاث ضد كل من يثبت في شأنه الإثراء غير المشروع، نتضح وأن هناك عمليات وخروقات ديوانية لسنوات وتكبدت، هذه حسب البعض كبدت الاقتصاد التونسي آلاف المليارات. حتى عملية الاستيلاء السرقة لمقر الاستعلامات الخاص بالديوانة هناك شبهة كبيرة وأنها تمت خصيصا للتغطية على جرائم ديوانية وربما مترتين فيها شخصيات نافذة ومسؤولين نافذين في الديوان. ثم حتى شبهة تورط مسؤول كبير بارز جدا في الديوان سابق، ولكن القانون سيطاله. وتطرق شرف الدين في الندوة الصحفية إلى ما وصفه بمغالطات تم ترويجها في علاقة بشخصيات تم وضعها تحت الإقامة الجبرية، مضيفا أن هؤلاء كانوا إما محل أبحاث عدلية أو كانوا مشمولين بها، مؤكدا عدم صحة ما يروج له من قبل جهات وناشطين في أحد الأحزاب بخصوص وفاة شخص شارك في مظاهرات منعها الأمن يوم 14 من جانفي الماضي. بعض سمعناهم في أبحاث عدلية وحلناها، والبعض الآخر تشملهم الأبحاث مذكورين ويتعين سماحهم، ولكن بالتنسيق مع النيابة العمومية ولسلامة الإجراءات القانونية حسب النيابة العمومية حلنا لهم المحاضر لاستكمال الأبحاث العدلية لدى القضاء، بحيث هذه مغالطة أخرى. المسألة كانت واضحة، وأنا شخصيا كنت تابع في الموضوع منذ إحساسه بالأوجاع في الباركينج وتم إفاتي وتوجيه سيارة إسعاف الحماية المدنية ليه. نتفاجئ من بعد بقدرة قادر في إطار هالمغالطات، والناس هذوما ما قاوا حتى حرج باش يصنعوا رواية وردوه توفى ضحية اعتداء من منتسبي وزارة الداخلية. تعمل تشريح طبي اختبار شرعي واضح يأكد وأنه المسألة تتعلق بجلطة. الملك العمومي كان من ضمن المحاور التي تطرق إليها وزير الداخلية، إذ أكد تطبيق القانون على المخالفين من خلال قرارات هدم نفذ بعضها وسيتم تنفيذ أخرى في القريب العاجل وفق شرف الدين، الذي أكد رفع المرافقة الأمنية عن 25 شخصا منهم نواب وسياسيون أصبحوا يتباهون بهذه المرافقة وفق وزير الداخلية الذي أشار في أكثر من مرة إلى احترامه للصحافة والصحفيين، مشددا على أن إيقاف صحفيين والاستماع إليهم تم في إطار قضائي.
وفي ملف الإرهاب، قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي إن القوات الأمنية وبمساندة من القوات العسكرية مرت من مرحلة رد الفعل إلى الفعل، وذلك بالقيام بعمليات استباقية تمكنت بموجبها مؤخراً الأجهزة الأمنية من تفكيك قرابة 150 خلية إرهابية. أضاف جبابلي أن خلية إرهابية خطيرة تم تسريب معطيات بخصوص عملية أمنية جارية بشأنها خططت لاستهداف مقرات أمنية وعسكرية وسياحية. ثم خلية كبيرة برشا مرتبطة بشكل عنقودي، مرتبطة بأمير التنظيم في تونس، مبايعة لتنظيم أجناد الخلافة، تقريبا في 7 ولايات موجوده، وكل خليه اوكلت لها مهمه. ثم شكون شراء الاسلحه على اساس باش يدخل لتونس؟ لانه وحداتنا مخصصه في مكافحه الارهاب قصت المدد هذايا، وتمكنت وحداتنا بالقاء القبض على تقريبا اكثر من 30 نفر، اللي البارحه تم ايداع 17 عنصر منهم في السجون بعد ما تحالوا على النيابه العموميه بالقطب القضائي لمكافحه الارهاب. وبطبيعه الحال العملية لولا لم يتم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي راه تم إيقاف العديد من القيادات اللي موجودة في التنظيم هذايا. كيف الفترة الأخيرة الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب تمكنت من إلقاء القبض على الأجانب اللي قدموا لتونس وكانوا حاملين الفكر التكفيري وكانوا بصدد الانتظار الفرصة السانحة، سواء باش يتحولوا إلى الجبال التونسية في أجناد الخلافة في روحة، أو باش يتحولوا للقطر المجاور الليبي، خاصة باش يلتحقوا بالتنظيمات الإرهابية. ثم عدد كبير من الخلايا الإرهابية اللي تم كشفها سواء في الأمن الوطني أو في الحرس الوطني، خاصة في الفضاء السيبرني. تقريبا اللي العباد هذه كل تقوم بعملية استقطاب وسط الدراج الفئات الشبابية، وخاصة الخلية متاع بنزرت واللي هو ينشط في جناح الإعلامي لتنظيم داعش، وقام بعديد الاستدراجات والاستقطابات للفئة الشبابية. مدير إدارة العمليات بوزارة الداخلية فرج بن براهيم ذكر خلال هذه الندوة أن القوات الأمنية تمكنت خلال الأسابيع الماضية وفي إطار مقاومة الاحتكار من حجز 3000 طن من الفرينة والسميد والمعجنات وقرابة 200,000 مفتش عنه خلال الأشهر الستة الأخيرة. وأشار بن إبراهيم إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها المؤسسة في تأمين التظاهرات ومنها المقابلات الرياضية. أرقام مهولة، العمل الأمني هذا متواصل عنده سنوات، لكن السنة الملفت الانتباه في الستة أشهر الأخيرة هذوما خاصة، وأنه عدد كبير مطلوبين العدالة مهما كانت معناها الخطورة نتاعهم والوجهة نتاعهم والعلاقات نتاعهم إلا وتم إيقافهم. ومع العلم وأنه الناس هذوما فما فيهم عدد كبير فارين على العدالة منذ عشرات السنين، فما ناس 5 سنين وستة سنين معناها تم إيقافهم في الحملات هذه، لأنه سيطبق القانون المبدأ العام في وزارة الداخلية حاليا، سيطبق قانون على الجميع. مكافحة المخدرات معناها ملف كبير، خدمة كبيرة ياسر، فما بارونات كبيرة قاعدة تشد، فما ناس قاعدة معناها ما تشدتش، المسالك مدى الترويج مدى المخدرات قاعدة تتشف بالتنسيق المحكم ما بين جميع الوحدات الأمنية والعسكرية على الحدود متاعنا، في الموانئ متاعنا، في نقاط العبور وفي الأحياء. نعطيكم فكرة، على سجلنا 4200 قضية، 6142 معناها شخص تم إيقافه، حجز 7.5 كيلو هيروين، مش شوية 7.5 كيلو مش شوية، 5 كيلو و8 جرام كوكايي كيف 167 كيلو غرام من القنب الهندي، هذا في 6 شهور الأخرى، 306,000 قرص مخدر. تناول لقاء جمع عشية اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة نجلة بودن بقصر قرطاج، تناول الوضع العام في البلاد والبحث عن الحلول الاقتصادية والاجتماعية لمجابهة تحديات المرحلة. جملة من المسائل التي تتعلق بشأن الوطني تبحثها رئيس الجمهورية قيس سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أولها صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس، وهي أوضاع قال رئيس الجمهورية إنها في حاجة إلى حلول عاجلة ومدروسة، مستندا في ذلك إلى أفكار دونت في كتاب التونسيون وظهور الحركة النقبية للكاتب طاهر الحداد. ويقول في هذه الفقرة: من يوم ما جاء محمد علي
ونحن نتفاوض ونبحث عن عمل اقتصادي عام الفائدة يكون مطابقا لاستعداد الأمة في ماليتها وأفكارها. وبناء على ما دون في كتاب طاهر الحداد، أكد رئيس الجمهورية أهمية الدور النقابي في إعادة البناء وإيجاد حلول تراعي المصلحة العامة للبلاد. تحدث الطاهر الحداد وتحدث محمد علي الحامي قبله عن نفس الفكرة تقريبا، ونحاول أن نلائمها اليوم مع هذه المطالب المترسخة في وجدان الشعب التونسي منذ بداية القرن الماضي. هنا جاءت من نقابي لحل المشاكل ولحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والمالية على وجه عام. وفي هذا السياق أشار رئيس الجمهورية إلى أن تونس اليوم في حاجة إلى مثل هذه المبادرات التي دعت في القرن الماضي إلى تكوين جمعيات التعاون الاقتصادية التونسية للنهوض بالوضع آنذاك. وتوجد في الواقع لدي نصوص أخرى تتعلق بمثل هذه الجمعيات التي تم تكوينها، وهي تشابه أو تتشابه مع الشركات الأهلية. فنقول لهؤلاء عودوا إلى التاريخ وانظروا فيما كتبه التونسيون الوطنيون الذين أرادوا أن يجدوا حلولا جديدة للشعب التونسي. وخلال اللقاء أيضا أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن تستجيب الحلول الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم اقتراحها لمطالب الشعب التونسي، وألا يتم المساس بالدور الاجتماعي للدولة على أن تتقاسم الأعباء بناء على العدل والإنصاف، وذلك خلال اطلاعه على نتيجة اللقاءات التي عقدتها رئيسة الحكومة مع عدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي. حظيت تونس على مدار التاريخ بمكانة هامة في إنتاج أجود أنواع الحبوب، مكانة باتت تشهد تراجعا منذ سنوات بسبب ما أرجعه أهل المهنة والاختصاص إلى عدة أسباب نتعرف على أبرزها في هذا الربورتاج. تونس مطمورة قرطاج أو كما أطلق عليها مطمورة روما بحبوبها التي كانت على مر التاريخ من أجود أنواع الحبوب وبسنابل القمح والشعير الذهبية. حبوب تونس كانت إحدى ركائز قطاعها الفلاحي وسبقت حضارات كثيرة تعاقبت على البلاد التونسية. كارتاج هي اعتمدت على القمح، وطبعا القمح كان يتباع بالقيراط بالذهب. أول ما روما دخلت تونس هي وضعت يدها على القطاع الفلاحي، بما أنها الحضارة القرطاجانية تبنات على الفلاح وتبنات على القمح. تونس ولات محتلة، روما سمتها مطمور روما، هي في الأصل مطمور كارتاج، عمرها ما كانت مطمور روما، لكن هي كلمة استعمارية. كان كالسجرة جدر القمح، كان حاجة يظلل، نجم تقعد تحت جدر القمح وتلقى الظل. هكذا كان تاريخ تونس البعيد في الحبوب، فيما لم يكن تاريخها القريب مختلفا كثيرا في جودة الحبوب. سبولة تجي خير، كعبة تجي أغلظ، فهمتي؟ ويلاوي العطش، ويلاوي الجليدة، ويلاوي السخانة. كعبة القمح وصلت مرة حسبتها فيها 46 سبولة، سبولة بتاع النوع ذاك 10 سنتي، وقت تضرب فيها كسعاشيت بتاع السبولة ذاك نحل بيدي باش نمشي سوق القمح. وتمتد حقول القمح والشعير على مساحات شاسعة تبلغ في مجملها حالياً حوالي 1,000,000 هكتار، تتمتع فيها ولايات الشمال الغربي بنصيب الأسد، فيما تتوزع البقية على ولايات الوسط والجنوب. ولايات الشمال 830,000 هكتار، وولايات الوسط والجنوب في حدود 180,000 هكتار. بالنسبة للقمح الصلب المساحات هي في حدود 515,000 هكتار، الشعير 430,000 هكتار، القمح اللين 64,000 هكتار. وقد شهد إنتاج الحبوب في تونس تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة أرجعه أصحاب المهنة والمختصون ومسؤولو القطاع إلى عدة أسباب. بالرغم من التقليص في المساحات إلا أنه المردود هو اللي تقلص. كنا احنا نعطيه في 3/4 ما تستهلك أوروبا من القمح، اليوم ولينا العكس، ولينا احنا نستهلكوا الأنتيير ربع ونجيبه في 3/4
من خارج تونس. علاش؟ لأنها دائما اللي يجيو يهمشوا القطاع الفلاحي زاد النقص وقت اللي دخلت بذور أجنبية. عمرك ما تجيب هجين أنه مش يتطور أو مش يجيب لك أو مش يولد لك، لا. الحد من استعمال البذور الهجينة ومراقبة الحرائق والإحاطة بالفلاح، هذه العوامل وغيرها يعتبرها أهل المهنة والاختصاص ضرورة لتحسين الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب. بالنسبة لنا الأهداف بالنسبة للقمح الصلب هو تحقيق الاكتفاء الذاتي، هذا الحقيقة خدمة هامة على مستوى الإحاطة بالفلاحين. حاولوا أن رفعوا لماكسيموم من المردود وانقلصوا من الضياع بما فيه دونك مراقبة الحرائق. فما برنامج كامل هو فيه مختلف المتدخلين. حاولنا باش نسترجعوا بذورنا التونسية الأصلية، حاولنا باش نجمعوا ما بين الماضي والحاضر وكيفاش نشوفوا المستقبل. لابد من حل استراتيجي في المديونية، لابد من حل في تحرير القطاع الفلاحي برمته، يزينا من الوسطاء. نقصونا بركة في الأسمدة، في الأدوية، في الضوء، في المزوط باش نخدموا، يتولهوا بينا شوي. راهو بيحاول ليه ما نسحقوش، وبيحاول ليه ننهضوا ببلادنا بقدرة ربي، لا نسحقوا لا لأوكرانيا ولا غير أوكرانيا، وننهضوا ببلادنا الناس كل ترجع تخدم. هي دعوة من فلاح قد أمضى ما يقارب 5 عقود في زراعة الحبوب، قد تساهم حسب منظوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وقد تلخص ما قيل وما يقال حول أزمة الحبوب. دعوة قد تحد أيضا من استيراد الحبوب الذي يرهق ميزانية البلاد. وإكثار البذور والمحافظة على 5 أجيال من هذه البذور المحلية هو الدور الأساسي للشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل الممتازة. هذه الشركة تواجه وفق العاملين فيها عددا من الصعوبات متعلقة بالجانب المالي والاقتصادي، وأيضا بوضعيتها والذي نفذ بسببه أعوان الشركة وموظفوها تحركا احتجاجيا. شركة خدمات فلاحية وليست ربحية، هكذا يعرف المشرف على مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات الشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل الممتازة، مبينا أنها تكرس سياسة الدولة في الفلاحة في مجالي الحبوب والبذور. تتطلع بمهام إنتاج البذور والمحافظة على 5 ولا 6 أجيال من البذور، من البذور الأم إلى البذور الأساسية وجيل 1 و2. نعمل في إطار عقود كثار مع فلاحين، نأخذ البذور من البحث ونطور المساحات ونكثروا، وفي نهاية الأمر ترجع البذور هذه يقع المحافظة عليها وترجع للدولة. كانت توفر أكثر من 400,000 قنطار في السنة بذور، معناتها من جميع الأجيال ومن جميع أصناف ودرجات. المشرف على مصلحة الشؤون القانونية بالشركة تحدث عن تقلص مساحات البذور المحلية مع دخول شركة خاصة تقوم بجلب بذور هجينة، ما أدى إلى توسع مساحات البذور التي تأتي من الخارج مقابل تقلص مساحات البذور المحلية، ما أدى بدوره إلى فقدان أنواع من البذور المحلية لصالح البذور الهجينة المستوردة. بدأت بنسبة 10 أو 20%، توصلت حتى 60%، قلصت المساحات البذور المحلية وتراجع دورها الشركات التعاونية. كنا نوفر حتى نوصل حتى 80% من الانتاج، واليوم رجعنا 37% 40%، احنا والشركة الاخرى التعاونية نوفر مع بعضنا 60%، احنا كنا مع بعضنا 100%. في 2021 الدولة مكنت الشركات الخاصة من الدعم اللي كانت متمتعة به شركات التعاونية فقط. بذور هذه أول حاجة ما نملكوش البذور الأم متاعها، ما نجموش نحافظوا على الأجيال هذه متاعها، ونبقوا ديما في تبعية وتأثر على الأمن الغذائي. نطلب عدم التفريط في هذه الشركة الوطنية، التفريط في الشركات هذه مسألة خطيرة وتمس من قوت الشعب التونسي وتمس من السيادة الوطنية. الدولة اللي هي تستورد في حبوب بقيمة 1,800 مليار دولار في العام، قادرة أنها هي بمرسوم رئاسي توجد حل في تمويل هذه الشركات وفي إعادة هيكلتها. صحيح ما نجموش ننكروا دورها من قديم الزمان، وأنه إلى حد الآن ما زالت تتمارس هالنشاط هذا، وحتى الخواص دخلوا من قديم الزمان، دخلوا على أساس وأنه اتفاقية بينهم وبين ديوان الحبوب، وهذا اللي على أساسه خذا حتى الخواص المهمة هذه وأتقنوها. فيما يتعلق بالبذور المحلية، قانون 2005 اللي هو نورمالمون هو اللي التشريع المتعلق بالشركات هذوما، وإحنا في مراجعة القانون 2005 حل في أنه مرسوم يتعلق وحده بالشركة هذه بذاتها، القاعدة القانونية عامة ومجردة وملزمة، يعني لازمها تشمل
تشمل الكل. كما تواجه هذه الشركة بعض الإشكاليات المتعلقة بالتسويات المادية للموظفين الذين يطالبون بخلاص أجور الأشهر الأولى لسنة 22 و 2000 والتغطية الاجتماعية لسبع سداسيات. المهم أجورنا ومستحقاتنا في الضمان الاجتماعي، ولكن الأهم ديمومة هذه الشركة. السبب الرئيسية هي الشركة تمر بصعوبات اقتصادية خانقة خاصة في عامين ذوما، ولكن ترجع ل 2006 قاعش معناتها تمتيحها بقانون الإنقاذ والصعوبات الاقتصادية ونتيجة سوء تصرف سوء حوكمة مرت عليها معناتها مديرين عامين ومجالس إدارات، فما سوء تصرف فما فساد محل متابعة من القطب القضائي المالي والاقتصادي. إشكال يتعالج جذريا لأنه النص المنظم للشركة التعاونية أصبح يكبل الشركة ومعالجته أيضا بنص قانوني. وفي هذا السياق يرى فاخر الغديفي أن أبرز الحلول لإنقاذ الشركة هي فسخ خطايا التأخير وجدولة أصل الدين ودعم الشركة التعاونية. خلاص ثلاثة أشهر هذوكم هذاك في علاقتهم بديوان الحبوب، لأنه فما اتفاقية هو كمجمع وكمكثف فالي فائدة ديوان الحبوب، وديوان الحبوب كل ما يرفع الكميات يخلصهم بقدر ما يرفع الكميات هذيك من البذور. دولة ما هيش مسؤولة على خلاص ضمان الاجتماعي، لأنه المسؤول عليها هو مجلس الإدارة. إذا كان الحل هذايا يرتئيوا أنها معناها يقع فسخ الديون اللي بينهم وبين ديوان الحبوب، وإلا إعادة الجدولة بالنسبة للديون نتاع الضمان الاجتماعي، فهذه مسألة ممكن نشوفوها مع رئاسة الحكومة. المدير العام للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة أشار إلى أن الشركة التجأت إلى القضاء وقدمت مطلبا في إنقاذ الشركة، إلا أن المحكمة لم تستجب. المحكمة استجابتش لأنه في قراءة للمحكمة أنه هي شركة تعاونية تنشط في المجال الفلاحي ولا هي شركة تجارية على معنى المجلة التجارية، لا هي أسارال، لا هي شركة ذات مسؤولية محدودة، ولا هي شركة خفية الاسم. احنا الشركات هذوما ما نحبوش نفرطوا فيهم. تراكم كبير برشا من الديون يخلي الشركة هذه ما تنجمش تعيش. الشركة هذه كلات ثلاثة أرباع من رأس مالها، يعني قانونا هي شركة منحلة. الشركات هذوما رم تحت الإشراف، لا هي منشآت عمومية ولا هي مؤسسات عمومية بشكل أن إشرافها يرجع مباشرة للدولة، مما يخول لها أنها تتدخل مباشرة. ويؤكد المدير العام للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة أن الاجتماعات تتالت على مستوى الديوان للبحث عن حلول أمام الوضعية الصعبة للشركة ربما لكيفية إنقاذها، وأنهم ما زالوا إلى حد الآن في إطار درس وضعيتها. في موضع آخر، انطلقت أمس حملة وطنية للاقتصاد في الوقود تعتمد تقديم خدمات للسائقين المارين بمحطة الاستخلاص بمرناقة تشخص حالة محرك السيارة وسلامته. الحملة تنظمها وكالة التحكم في الطاقة وانتهت اليوم في محطة الاستخلاص بمرناقة. انطلاقا من قيس ضغط العجلات إلى تشخيص محرك العربة، خطوة يمكن أن تكشف عن الأعطاب التي قد تساهم في زيادة استهلاك الوقود. عملية مراقبة مردودية محرك السيارة ونجاعته من الخدمات التي وفرتها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة خلال الحملة الوطنية للاقتصاد في الوقود لفائدة سائقي العربات. وراني دي فوم يزمو يتريق بإذن الله، عادي ترامب الزمن من نصلحها. تاكل مزبوط برشا زادة بتشخيص المحرك إذا كان ثم أعطاب ثماش معناها حوايج معناها ماهيش كوم الفوف الموتور، دونك حاجة باهية. أهم حاجة هي الصيانة المنتظمة، السائق لازم قبل ما يطلع في كهربته يتفقد موتور، يتفقد الزيت، يتفقد توسكي ميكانيك. نقيس الضغط نتاع العجلات، خاطر العجلة كي تبدأ ماهيش معدلة يصير ثم استهلاك تاع وقود زايد. نقوم بالفحص الفني بالإعلامية باش نقيسوا المؤشرات نتاع السيارة، خاصة كل ما هو يعني إلكتروني، نشوفوا اللي ثم استهلاك وقود زايد ولا نشوفوا اللي ثم عملية احتراق غير متكاملة، وهذا كل يعمل له مشاكل اللي يظهر توا واللي يظهر لهم بعد. من خلال توزيع مطويات تضمنت خطوات بسيطة ونصائح عملية لسائق العربات قد تساعد على تقليص من كلفة استهلاك الوقود تصل إلى حدود 40%. نعرفوا الصيانة الدورية للعربة هي تحافظ على الاستهلاك، معدل الاستهلاك العادي للعربات وما نخليهاش تزيد. فما زاد بطبيعة الحال اعتماد سياقة سلسة، وأهمية السياقة
الطاقه الاقتصاديه بالنسبه للسيارات نتاعنا بين 90 وبين 110 كيلومتر في الساعه، فما زياده في حدود 30% معناتها 1400 معناتها على جيب المواطن. اجراءات تشجيعيه على توريد السيارات الكهربائيه قد تعتبر من الخطوات التي تساهم في تحقيق الاهداف الطاقيه التي وضعتها تونس بخصوص تقليص الطلب على المحروقات تصل الى 30% في افق 2030. في قانون الماليه لسنه 2022 تم ادراج افونتاج فيسكو بالنسبه للسيارات الهجينه والسيارات الكهربائيه. بعد الاجراء هذايا الوكاله قاعده تقوم مع بعض البلديات وبعض الفضاءات التجاريه بوضع برنامج لتركيز نقاط شحن السيارات الكهربائية. تونس وضعت أهداف طاقية وبيئية معناتها حددتها في حدود بالنسبة لسنة 2030 تحسين من المزيج الطاقي في إنتاج الكهرباء ب 30% من الطاقات المتجددة، وزاد التقليص من كثافة الكربون في حدود 46%. الحملة الوطنية للاقتصاد في الوقود ستتواصل بعدة جهات لتوعية سائقي السيارات بأهمية التقيد بنصائح عملية تمكن من تخفيض استهلاك المحروقات، حيث يستحوذ أسطول النقل على ثلث الاستهلاك الوطني للطاقة. أكدت رئيسة الحكومة نجلة بودن لدى لقائه أمس مساعدة وزيرة الخارجية مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان أوزرا تزيا الأهمية التي توليها تونس للدعم القوي والثابت من الولايات المتحدة على المستوى الثنائي والشراكة القائمة بين البلدين وفي إطار المفاوضات والبرامج مع المؤسسات المالية الدولية، سيما المحادثات الجارية حاليا مع صندوق النقد الدولي. واستعرضت بودن أهم الاستحقاقات السياسية القادمة المعلن عنها في خارطة الطريق بعد الانتهاء من المرحلة الأولى المتمثلة في الاستشارة الوطنية، ونوهت أوزرا تزيا بتجربة تونس الديمقراطية، كما أعربت عن أملها في أن تكلل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالنجاح، ما سيمكن تونس من تجاوز الصعوبات المالية التي تعيشها. أكدت رئيسة الحكومة نجلة بودن حرص كافة مؤسسات الدولة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة وسعيها إلى مقاومة كل أشكال الانتهاكات وضمان كرامة الفرد وصون حريته الجسدية. كان ذلك خلال إشرافها اليوم على موكب أداء اليمين للأعضاء الجدد للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ضمن التجديد النصفي لتركيبتها، وأعضاء الهيئة الثمانية الجدد يتوزعون على المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان وحماية الطفولة والأطباء والقضاة المتقاعدين. نأمل في إرساء شراكة فاعلة وتعاون مثمر مع جميع الأطراف من هياكل عمومية ومنظمات وطنية وجمعيات وهيئات عمومية داعمة للحقوق والحريات، وذلك من أجل مزيد العمل على مكافحة كل أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة، وسعياً لمراقبة مدى تلاءم ظروف الاحتجاز مع القانون الوطني ولتطوير فضاءات الحرمان من الحرية كي تكون أكثر تلاؤماً مع المعايير الدولية بل مع المعايير الإنسانية. في مسيرة لمناصري الحزب الدستوري الحر جاوبت شوارع ولاية المنستير، قالت رئيسة الحزب عبير موسي إن العشرية الأخيرة اتسمت بمخطط يهدف إلى الانحراف عن النموذج البرجيبي وثوابت الدولة الوطنية. في مسيرة لمناصري الحزب الدستوري الحر التي انطلقت بزيارة روضة الرئيس الراحل لحب بورقيبة وجابت شوارع ولاية المنستير، قالت رئيسة الحزب عبير موسي إن العشرية الأخيرة اتسمت ملامحها بمخطط يهدف إلى الانحراف عن النموذج البورقيبي وثوابت الدولة الوطنية. نحب اليوم نسيو التوانسة في نضالات زعماء الحركة الوطنية، فما تشويه البرجيبة، فما تقزيم البرجيبة، فما جحود ونكران للمجهودات اللي قام بها وقاموا بها زعماء الحركة الوطنية وزعماء الحزب الدستوري. اليوم نراو أن الدولة مهددة، المؤسسات مهددة، ثواب دولة الاستقلال مهددة، التعليم، الصحة، حقوق المرأة، النموذج الاقتصادي، النموذج الاجتماعي، المراسيم الأخرى تؤكد أنه عنده نموذج آخر مخالف جدا للنظام الجمهوري.
الجمهوري، مخالف جدا للتنظيم التونسي وتنظيم السلطات في تونس ولمفهوم الدولة المدنية. وأكدت عبير موسي أن ما وصفته بالانحراف عن ثوابت الدولة المدنية خط أحمر. لن نرضى بأن نكون شهود زور على مسار انتخابي مدلس والاستفتاء اللي في غفلة من الزمن. لن نقبل برتهان الشعب التونسي اللي جوعوه وفقروه ويحبوا يستغلوا الفرصة هذه باش يغيروا له المنظومة القانونية. وأضافت أن الحزب الدستوري الحر سيواصل الدفاع عن مبادئ الدولة المدنية وثوابتها. في تطورات الأزمة الأوكرانية، تواصل موسكو عملياتها الخاصة مدمرة المزيد من الأهداف العسكرية الأوكرانية. يأتي هذا في الوقت الذي قدمت فيه الولايات المتحدة الأمريكية تعهدات أمنية إضافية لأوكرانيا بخصوص تطوير التعاون الدفاعي. بعد إتمام المرحلة الأولى من العمليات الخاصة لموسكو في غزوها لأوكرانيا والتي أودت بحياة الآلاف ودفعت حوالي 3,700,000 شخص للجوء إلى الخارج، وأعلن موسكو تركيزها خلال الفترة القادمة على التحرير الكامل لإقليم دونباس الانفصالي بشرق أوكرانيا، تواصل عديد الدول مساندتها لأوكرانيا حفاظا على وحدتها وسيادتها، حيث أكد وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا اليوم أن بلاده تلقت تعهدات أمنية إضافية من الولايات المتحدة بخصوص تطوير التعاون الدفاعي. ومن جانبها خصصت بريطانيا 2.6 مليون دولار لتوفير الإمدادات الغذائية الحيوية للمناطق التي تحاصرها القوات الروسية في أوكرانيا، وذلك بناء على الطلب المباشر من الحكومة الأوكرانية. وأكدت مستشارة الشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية البريطانية أن بريطانيا تعمل مع شركاء على الحدود لضمان وصول هذه الإمدادات الحيوية للأماكن التي تحتاج إليها بشدة في أسرع وقت ممكن. الرئيس الأمريكي جو بايدن وخلال زيارته إلى بولندا عرب عن عدم تأكده من أن روسيا غيرت استراتيجيتها من غزوها أوكرانيا على الرغم من تعثرها في بعض المناطق، واصفا نظيره الروسي بالجزارة لاستهداف المدنيين في عمليته الخاصة في أوكرانيا. من جانبه اعتبر المتحدث باسم الكريملين أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين تضيق آفاق إصلاح العلاقات بين البلدين، نافيا استهداف موسكو المدنيين. ميدانياً، تواصل القوات الروسية عملياتها الخاصة في أوكرانيا مدمرة العديد من مستودعات الأسلحة والذخيرة والوقود التابعة للجيش الأوكراني في وسط وجنوب أوكرانيا. هذا وأعلن حاكم منطقة كييف أن القوات الروسية سيطرت على بلدة سلافوتيتش التي يقيم بها العاملون في محطة تشيرنوبيل النووية المعطلة، فيما يتواصل القتال في شوارع مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة. ومع تواصل القتال على عدة جبهات ومدن أوكرانية، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أنه تم التوصل إلى اتفاق لفتح 10 ممرات إنسانية اليوم لإجلاء المدنيين، وأنه يتعين على الذين يحاولون مغادرة مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المغادرة في سيارات خاصة، لأن القوات الروسية لا تسمح للحافلات بالمرور عبر نقاط التفتيش حول المدينة. نأخذكم الآن مشاهدين إلى مدينة الكاف في الشمال التونسي، حيث تعيش مواقعها الأثرية وساحاتها العمومية وأحيائها الشعبية على إيقاع الفن الرابع، فلم يخلو أي ركن من أركان المدينة من العروض المسرحية والفنية والأنشطة الموسيقية واللوحات الاستعراضية في إطار الدورة الجديدة من مهرجان 24 ساعة مسرح دون انقطاع. نتابع. عروض مسرحية وفرجوية وموسيقية وورشات تدريبية وندوات فكرية أثثت فعاليات الدورة العشرين لمهرجان 24 ساعة مسرح دون انقطاع بالكاف، والتي تلتئم تزامنا مع اليوم العالمي للمسرح. بعد جائحة كورونا رجعنا للفن ورجعنا للإبداع، و 24 ساعة مسرح هي فضاء للالتقاء، التقاء الفرق المحلية والدولية. حضور قياسي للفرق ومعنا أصدقائنا من خارج تونس، من أوروبا ومن البلدان العربية وكذلك من آسيا، من أفريقيا أيضا. فيها أكثر من 50 عرض، نتمنى أنه يعني يقع تطويره زاد في الدورات القادمة إن شاء الله. ساحة المدينة وعدد من فضاءاتها الثقافية دبت فيها الحياة خلال هذه الأيام، حيث تنوعت العروض والفضاءات، فيما شهدت بعض المدارس الحدودية ومراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أجواء تنشيطية تجسيدا لانفتاح التظاهرة على محيطها التربوي والثقافي. وقد شهدت هذه التظاهرة
عروضا من تونس ومن عدة دول شقيقة وصديقة، ومثلت ملتقى المسرحيين وهواة المسرح خاصة مع حضور عدد من الوجوه المسرحية التي أليفها الجمهور التونسي وتفاعل مع مختلف أعمالها. دورة فريدة من نوعها، وباش تدوم توصل حتى للدورة العشرين ماهوش سهل. دونك الساس صحيح، والأجيال شوف قداش من جيل جا حضر واكب التظاهرات الجانبية في ورشات التكوين ولا في النقاشات. نعيش الفكرة ونعيش مهرجان كاف 24 ساعة بدون انقطاع، ولأول مرة راح يكون عرضي المسرحية عندما تنتهي تسقط مختلف عرض الساعة بالأربعة بالليل، يعني بالأربعة الفجر، يعني عرض مختلف. دورة جديدة من مهرجان 24 ساعة مسرح دون انقطاع بالكافة عملت على الخروج بالفعل الثقافي إلى عدة فضاءات خارجية، وشدت جمهور وهواة المسرح على امتداد عدة أيام. في أخبار الرياضة، بدأ المنتخب التونسي لكرة القدم مساء اليوم تحضيراته بالملعب الفرعي برادس لمواجهة المنتخب المالي في إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم. وكان المنتخب الوطني حقق مساء أمس انتصارا هاما على المنتخب المالي بنتيجة هدف دون مقابل في مباراة الذهاب. بالنيران الصادق دون مقابل هو الأول في مباراة رسمية على المنتخب المالي، فعبر خطاب محفز حث المدرب جلال القادري اللاعبين على أن يكونوا جنودا على الميدان ويبذلوا قصارى الجهد من أجل التمسك بفرصة تأهل سادس لنهائيات كأس العالم. ثم ريسبونسابيلتي وثم دوار، أنا با جوار، ماناش دي جوار، أنا دي ميليتير، جايين باش نحارب، أجريسيفيتي، نربح الدويال نتاعك، برشا إنجاجمون، برشا كونسنتراسيون، برشا كونسنتراسيون نسفل. المنتخب الوطني طوى صفحة الذهاب بكل ما فيها وانطلق مساء اليوم في الإعداد لملحمة رادس، متطلعا إلى أن يكون في مستوى الآمال والانتظارات وترفع الراية الوطنية عاليا في سماء الدوحة القطرية. المباراة التي ستجمع المنتخب التونسي لكرة القدم بنظيره المالي في 29 من الشهر الحالي في إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائي كأس العالم سيديرها طاقم تحكيم بقيادة السنغالي ماغاتن داي. أما لقاء نيجيريا وغانا فأسندت إدارته إلى الحكم التونسي الصادق السلمية. تأهل الاتحاد المنسيري للدور ربع النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة السلة إثر انتصاره على مضيفه النجم الرادسي بنتيجة 73 نقطة مقابل 67، كما بلغ النادي الإفريقي دور ذاته بفوزه على الملعب النابلي. وتأهلت الزهرة الرياضية بتغلبها على شبيبة المنازه، وفاز النجم الساحلي على الملعب الصفاقسي، وانتصر النادي الصفاقسي على مستقبل المرسى، وتفوق الملعب الجبسي على نجم حلق الواد والكرم، وتغلبت الدالية الرياضية بجرومباليا على شبيبة القيروان. الآن مشاهدينا إلى تذكير بعناوين النشر. وزارة الداخلية تكشف عن نتائج الحملات الأمنية في الفترة السابقة في مجالات مجابهة الإرهاب ومقاومة الإثراء غير المشروع والمضاربة. الوضع العام في البلاد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ومسجلات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي موضوع لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة. وغزو البذور الهجينة والمستوردة للأسواق المحلية وفقدان أنواع من البذور المحلية يطرح تساؤلات جدية حول الأمن القومي الغذائي. وفي الختام أشكركم لطيب المتابعة، بقيت متابعة طيبة لبرامجنا، كونوا بخير دائما، إلى اللقاء.